شو طريقة وشو وصفة؟ شي خطير على الآخر، أفوكادو، كوكتيل مع شقف وقشطة وعسل على الوجه، يا سلام. هلا بس رح تتعلموا هاي الطريقة رح تستغنوا عن كل المحلات يلي كنتوا تشتروا منها هالكوكتيل الكتير طيب. يلا تعالوا نشوف الطريقة وبتمنى انه تعجبكم. يا شيف، عم نعمل هالافوكادو سموذي وما عم يزبط. ركزوا معي، كتير طريقة سهلة، 3 مكونات بس والافوكادو سموذي رائع. انا اليوم عم ضيف الكوكتيل الشقف لانه كتير طيب. رح نحط على الوجه قشطة فريش وشوية قلوبات، يلي بده في حط كمان فستق مطحون. خلينا نبلش بالخطوة الاولى. الفواكه مش كل شي بيلبق مع الافوكادو، بس اكتر شي بيلبق معه الفريز، الفراولة، المانجو، الكيوي كتير بيلبق، الموز كمان كتير طيب. انا رح شوف شو في اليوم عندي موجود ومنحط، وانتو كمان نفس الشي ما تتأيدوا بكل الانواع. هلا للوز والفستق انا بنقعهم من قبل بيوم. اول شي بنقعهم بمي سخنة، بعدين بكب المي وبصير احط مي مسقعة وغير المي كل 2 أو 3 ساعات بس ينتقعوا ويصيروا جاهزين للاستعمال. بقشرهم وبخليهم بالبراد محطوطين بمي وعطول بغير المي. هلا يستحسن انه نعوز اللوز والفستق خلال 24 ساعة او ماكسيموم يومين، بضلوا فريش ومنيح، بس اكيد بنضلنا نغير المي. وهلا تركتهم بالمي لحتى ما ينشفوا ويضلوا فريش جاهزين لوقت اللي بدنا نستعملهم. طريقة كتير سهلة لنشوف اذا الافوكادو جاهزة. منشيل العند من هون، اذا خضرة يعني جاهزة للاكل وطيبة. الخطوة الاولى بالمعلقة رح شيل، رح اضيف عسل حد قد ما انتو بتحبوا انه تكون حلوة. تقريبا انا هون عم حط 2 معلقة عسل. رح حط تقريبا 1.5 كوب من الحليب. وهلأ بنخلط. رح ضيف تلج، مع انه الحليب مسقع بس هي اطيب تكون كتير مسقعة. شوفوا هيدا القوام اللي بدي اياه، منا شديدة ومنا كتير رخوة. نقطع الكيوي، هيدي مستوية خالصة. نقطع المانجو، نجهز ستروبري. ستروبري كتير كتير طيب مع الافوكادو، كلهم هيك شقف كبار. بقطع الموز لانه مثل ما بتعرفوا الموز بيسود، ومشان هيك بقطعه اخر شي. شقف كبار. هلا بحط شوية عسل على الفواكه، حط طبقة من الأفوكادو سموذي يلي حضرناه بس مش كل الكمية. هلأ هأرجع حط طبقة تانية من الفواكه الموجودة عندي. نضيف طبقة تانية من الأفوكادو. رح اخذ قشطة فريش ورح احط شوي هون. هلا باخذ القلوبات بزين فيه هون. شوفوا شو شهية وشو طيبة وشو سهلة بنفس الوقت. هلا بدنا نحط العسل على الوجه وهيك بتصير الكوكتيل جاهزة وطيبة وبتتقدم دغري. أفوكادو لازم نقدمه دغري لحتى ما يسود.